قال لي ما حردها بقى، جيبيها من المحكمة وانقعي القرار واشربي ميتها. وراح مع الطفلة، وهلأ صار لي 16 يوم عم عاني بتطبيق وتنفيذ قرار قضائي لصالحي. أنا حابة كلني أمل بالقاضية النزيهة القاضي نادين المشموشي إنها ترجع لي بنتي بأسرع وقت وتنهي هذا الظلم اللي عم بيمارسه والد ابنتي علي وعلى ابنتي. أنا فيني شوف بنتي ولا لا؟ فيني شوف بنتي ولا لا؟ شيلي لي بس التليفون. انا عندي قرار. في جوزك هون. انا عندي قرار. عندي قرار بتراجع. انا عندي قرار. انا تزوجت في عام 2020 واجتني روما في نهاية 2020. وقت كنت اعاني من نوع من العنف الاسري، هذا اثبت. وللأسف في نوفمبر العام الماضي انفصلت من زوجي، طلع من البيت العائلي، وبعدها بيومين جرب أول عملية اختطاف. هو طلب يشوف بنتي وأنا سلمت بنتي، ولكن حط بنتي بالسيارة من غير كار سيت جنبه، من غير حزام أمان، من غير أي شيء، وعمل ريفيرس وضرب راس بنتي بالتابلو واعتدى علي. بهذه الحالة، بآخر حالة من العنف الأسري، عملت تقرير طب شرعي بالكدمات اللي حصلت من بعد الاعتداء. في ديسمبر من العام الماضي اضطريت على السفر للكويت لمدة يومين. طبعاً أول ما وصلت على الكويت استلمت صورة إنه بنتي في بيت أنا ما بعرفه، في منطقة بعيدة عني، ما بعرف حتى عنوان البيت، وقال لي ما حأشوف بنتي. للأسف فوجئت بأنه رفع علي قضية حضانة وفي نفس الوقت قضية حجر، قضية مساكنة، طاعة ومساكنة، بيت طاعة، اللي هم قضايا كيدية يعني ومهينة للإمرأة. والطرف الآخر زور تقرير وفي ادعاء من قبل المدعي العام نازك الخطيب بتزوير تقرير واستخدام مزور ضد والد ابنتي وضد معالجة نفسية اسمها دانا سرحان، لأن اعترفت بأنه التقرير مزور. الحمد لله بعد 8 أشهر من المكافحة والحرب بالمحاكم أنا حصلت على حقي الكامل بالحضانة. استلمتها نص الليل قدام مخفر برمانة، واستلمتها مع دلائل من الإهمال، أنا بالنسبة لي إهمال جنائي. وبعدها انخطفت بنتي، انتزعت من أحضان والدتي من مركز ألعاب بطريقة أنا بشوفها عملية جنائية بحق طفل. أنا حابة أناشد قضاء التنفيذ إنهم ينفذوا قرار قضائي بأسرع وقت ويوقفوا، ينقذوا بنتي من حرمانها حضن أمها، لأن ما في أي سبب لحرماني حقي الشرعي بممارسة أمومتي على بنتي، بحرمان طفلتي من أمها.